أسبوع جديد، تحدي جديد. في كل مرة كناخد القلم والدفتر ديالي باش نكتب الأفكار، ولكن هذا الأسبوع ماشي كأي أسبوع. هذا المرة كاين الحجر المنزلي، يعني خصنا نصوره في غرفتنا. الأفكار محصورة بزاف، كيبان لي هذه المرة ما عنديش فكرة. منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية لمكافحة فيروس كورونا الاف حالات دابا اللي تصابت والاف حالات اللي ماتت. الا ما درناش حنا الوقاية دابا يقدر مهنا لقدام البشرية تنقار. الحل بين ايديك انت وانت. ما يمكنش نبقى في هاد الغرفة 14 يوم، جوج الأسابيع. قرار دابا بين إيدي. امبوسيبل. بغيتي تخرج؟ ما تحاولش تقنعني، غادي نخرج من هاد الغرفة. رضا وليدي فكر فينا. فكر فينا، إلا خرجتي غادي تقدر ضرنا. ضر صحتك وضر حبابك. كنا مسؤولين، خليك في البيت. نديرو يدينا في يد بعض. كاملين لمحاربة هاد الوباء. خليك في بيتك. كنا مسؤولين، خليك في بيتك. تقدر تضر صحتك وتعالينا. رضا خليك في البيت والقرار قرارك وليدي. انا قررت انني نعيش في هاد الغرفه جوج الاسابيع حقاش عائلتي مسؤولين. اوكي المقدمه مزيان. شكون كيدوي؟ انا هو اللي كنكتب كاع الفيديوهات ديال رضا الجاي. شفتك انت تيقتي راسك بلي انت اللي كتكتب الفيديوهات. انت غير ممثل وانا اللي كنكتب داكشي اللي كتمثل فيه. بغيتي تعرف بصح انك انت شخصيه وهميه؟ دابا انت بغيتي تقول لي انني انا شخصيه وهميه. نقدر في هذه اللحظه نعطيك شي دليل باش تعرف راسك انك شخصيه وهميه. نعطيك دليل. في هذه اللحظه غادي تضرب راسك مع الحيط. في هذه اللحظه غادي تطيح في الارض. عرفتي دابا بلي انت شخصيه وهميه؟ فطبق داكشي اللي كنقول لك بالضبط باش ما نعذبكش. في هذا الفيديو غادي نبينوا الناس شنو يقدروا يديروا في هذه الجوج اسابيع وهما في المنزل ديالهم. موجود؟ يلا فيق نوض الصحن. من بعد خاصك تعقم الغرفه كامله. هذه سبل من سبل الوقاية. علاش؟ إلا دخل واحد في الكورونا لبيتك ممكن تعادى يلمس أي حاجة أو عطس عن أي حاجة. تعقيم دون. دابا ندوزو للملل. فيق نوض دوج. شنو كدير؟ قلتي لي حارب الملل. الملل باش تحيدو ساهل بزاف. غدير هادشي غنقولك. تعلم لغة جديدة، تفرج في أفلام، لعب ألعاب في التليفون. المهم عمر وقتك وما تخرجش للزنقة. عشاء رومانسي. فيق نوض الصحن. شعشع مع بيضة. بيضة ما كنسمعكش مزيان. واش ما كتسمعنيش مزيان؟ خود سماعات سينهايزر. ارا نشوف دابا مزيان. ديال جبد الطبسيل. اوكي دابا هو عشاء رومانسي. فين هي الدرية؟ فتاة موجودة. شتكت لك يا رضا. لا يا اخي جايب لي فتاة في التليفون. كاين الحجر المنزلي تخيلها. الحجر الصحي. يلا خلاص خلينا نكمل هذا السيناريو. بدي اقول لك شيء. انا احب انفك. عن جد رضا تحب انفي؟ ايه غتخرج عليا انت. احسن حاجه غادي دير دابا هي تنوض تنعس. نوض تنعس صافي فيق دابا. وانا يلا نعس. شنو غتحكمني بالسيناريو ديالي؟ انا سيدي خديت لقطه من يوتيوب حاولت فيها الشمس وطلعت فيها الشمس. مهمتك في هذا الفيديو سالات. شكرا. وبغيت نقول لكم شيئين. الشيء الاول ان المنزل عمرو كان سجن. المنزل في هذا الوقت كيحمينا وكيحمي عائلتنا. الحاجه الثانيه في هذا الفيديو كنا محصورين في غرفه واحده. حتى انا المحتوى ديالي راه جاي. هذه المره فين مشيت؟ جيت لقلوبكم. كنتمنى كاملين الميساج يوصلكم.